بتوجيه من السيد المدير العام المحترم ومدير الإدارة والتجهيزات، وبالتعاون مع التصاريح الأمنية في الوزارة والتصاريح الأمنية في المديرية العامة للتربية، خلال سنة 2022 تم إنجاز أكثر من 3000 هوية وزارية و2500 هوية في الوزارة قيد الإنجاز، وسيتم الإعلان عنها خلال فترة قريبة إن شاء الله عن طريق الإعلام التربوي. ولا يقتصر عمل الهويات والأرشيف على إصدار الهويات والباجات، وإنما أرشفت الأوامر الإدارية والوزارية وحفظها إلكترونيا وورقيا. مهند نمر أحمد، مسؤول الهويات والأرشيف.